نادي النصر تأسس عام 1375 هجري، واخترنا اسم النصر. احنا الطلاب السعودي كان تأسسنا درجة ثانية، ومن هنا انطلق. حتى لو تلاحظ لون الأصفر والأزرق احنا اخترناه خصيصا لأنه يعبر، يعني اختاروا زملائي أقصد اللي اختاروا اللي قدامي، لأني ما تشرفت الانتماء للنادي لعام 1379 هجري، اختاروا عشان يمثل أرضنا الصفراء وبحرنا المحيط فيها. للتاريخ رجال، والرياضة في تاريخها رموز وأبطال. الأمير الراحل عبد الرحمن بن سعود، رمز النصر وباني مجده ومؤسس عملاقته وأمجاده. كل نشاط له إدارة المستقلة، والآن إحنا في عصر التخصص، فرئيس النادي من الصعب اللي نبلع الأشياء كلها. لا، اسم خالد للرمز أبي خالد، اسم تعرفه الرياضة السعودية وخلده التاريخ الذهبي في حنايا سجلاته المشرقة. نحن نخطط من الآن بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته أن نحقق بطولة الدوري العام السنة القادمة، وبطولة الخليج، وبطولة العرب، وأهم شيء عندنا بطولة آسيا، لأنه أعتقد أول فريق عربي سوف يكون النصر بإذن الله حقا. رئيس نادي النصر الراحل ورجل من رجال وقادات الرياضة السعودية التي عرفته إداريا محنكا وفارسا صبورا ورئيسا حصيفا وناجحا. وخالد، اللقطة هذه قديمة جدا وتمثل حصول النصر على أحد البطولات الرياضية في مملكتنا الحبيبة. كأس سمو ولي العهد المعظم اللي يمتلكه نادي النصر مدى الحياة. وحين يطل النصر هذا الموسم ببطولتي كأس ودوري، فإن ذاكرة التاريخ المرصع بالبطولات لفارس نجد تتذكر الرمز وعاشق الكيان ورئيسه الذهبي الذي التف تاريخ النصر في رمزيته. الكلام الأول ولا في الأخير؟ ما هذا شيء راجع لك. الأولاني في أول التلفزيون ما أقدر أقول شيء، معزيز حاضر. والتحم المجد في همته وحماسه، فكان النصر العالمي والكيان، وتوالت إنجازات الذهب حتى عاد نصر الرمز بعد غيبة، عاد البطل بكل شموخ وهيبة، عاد مستذكرا الرمز في يوم مجد وعز، وفي ملحمة مجد جديدة كتبها جيل جديد متكئا على إرث خالد. للرمز أبي خالد. عندنا فريق قوي منافس لسنوات قادمة، ما هو بس لهذه السنة، وهذا اللي كنا نطمح له، والحمد لله يعني وصلنا للمنافسة الحقيقية والقوية. أنا أرى المستقبل رائع لنادي النصر، وإن شاء الله الحفاظ على الفريق اللي عندنا هذا أهم شيء، وأهم شيء يعني بالنسبة لي في هذه الفترة. أنا قدامي هدف واحد، هو إعادة نادي النصر إلى وضع الطبيعي، أفضل من وضع الطبيعي. والآن بعد السنين الطويلة ها هو يقطف ثمار إخلاصه وحبه، ويحقق ما كان يبحث عنه ويريده. تنجلي الغيوم وتسطع الشمس، ويا لجمال أشعتها عندما تشرق وتسطع لتصبح للحكاية بقية. أنا ما يعجبني قصة متصدر الاهتمامي، أنا أبغى إن شاء الله في جولة 26 يكون بطل 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 الاهتمامي.